صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من السفر بدأ بالمسجد، فهل الطلاب المغتربين ومن يأخذون حكم المقيمين يبدأون بالمسجد إذا رجعوا إلى أهلهم أم إذا رجعوا إلى بلد الدراسة؟ كلاهما، إذا رجع إلى البلد الذي هو بلده أو البلد الذي سيقيم فيه للدراسة فالسنة أنه يبدأ بالمسجد، السنة أنه يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين. نعم.